السلام عليكم. قد يبدو غريبا أن يلحد أحدهم بسبب صحيح البخاري، لكن للأسف هذا يحدث، بل ويحدث كثيرا، وقد ساهم بعض أصحاب الفكر الديني في الوصول إلى هذه النقطة. كيف؟ نكبر وننشأ وتتشكل عقولنا وأذهاننا ونحن نسمع أن البخاري أصح حديث بعد كتاب الله، نسمع عبارة رواه البخاري لتنهي النقاش بالضربة القاضية، نفهم أن البخاري خط أحمر، هص رواه البخاري، وبالتدريج يصبح البخاري بالنسبة لنا شئنا أم أبينا وعينا أم لم نعي ركنا من أركان الإيمان. لا نستطيع أن نتخيل أن نكون مؤمنين من دونه، لأنه كان من ركائز هذا الإيمان. هكذا نشأ الكثير من الفتية في العقود الأخيرة، ثم أصبح هؤلاء الفتية شبابا ودخلوا النت وتصفحوا المواقع وتبادلوا الروابط، وبدا لهم من البخاري ما لم يكونوا يعرفونه من قبل. أحاديث مثل تعرض النبي عليه الصلاة والسلام للسحر أو إرضاع الكبير أو بول البعير إلى آخره. وربما لأن الإيمان بني في أذهانهم على نحو صلب جدا دون أي مرونة، فقد كانت ضربة هذه الأحاديث وأمثالها في صحاح أخرى مما أثر على الإيمان بأكثر مما يتوقع. لقد انهار البخاري في أذهانهم بسبب بعض الأحاديث. كيف يفتري هكذا على رسول الله؟ هكذا قيل لهم وهكذا قالوا. لكن ما كان يمكن للأمر أن ينتهي عند البخاري، ما كان يمكن للإيمان أن ينجو بسهولة إن أسقط البخاري. لقد بنيت الأمور على نحو متشابك جدا، وإسقاط حجر دومينو واحد كان لابد أن يقود لحجر آخر وآخر. عندما يحذف البخاري على هذا النحو التسقيطي، فإن فكرة الثقة تحذف أيضا، لا تعود الثقة موجودة في أي شيء نقل. ونحن في إيمان النقل فيه مهم، وهكذا سارت الأمور إلى الأسوأ. المشكلة ليست في مكانة الخط الأحمر وأصح كتاب بعد كتاب الله التي لم تجعل تحمل الصدمة عند البعض ممكنا، المشكلة في تعاملنا بمنطق الأبيض أو الأسود، إما أن يكون كتاب البخاري صوابا مطلقا أو أن يتهم بالافتراء والكذب. لا منطقة بشرية طبيعية في الوسط بين التطرفين. هذا المنطق هو من مشاكلنا المزمنة، ليس مع البخاري فقط ولا مع منظومة الحديث الشريف بأسرها ولا مع الشخصيات والرموز، بل هو منطق نتعامل به مع كل شيء، أحيانا حتى مع أنفسنا. نبالغ في تقدير ما يمكن أن نفعله ثم نحبط عند الفشل فننزل إلى أسفل سافلين. لدي قصة شخصية مع صحيح البخاري أثرت في تعاملي ونظرتي لمنظومة الحديث النبوي ككل. كنت في أوائل العشرينات وعثرت على كتيب يتضمن بعض الأحاديث التي يبنى عليها تحليل ما، وكان ثمة حديث كان لابد أن يستوقفني خائفا حتى لا أقول مصدوما. كان الحديث في البخاري ويرويه ابن عباس، وملخصه أن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما مرض مرضه الأخير طلب ممن حوله أن يكتب لهم كتابا لا تضلوا بعده، فقال عمر إن النبي صلى الله عليه وسلم قد غلب عليه الوجع وعندكم القرآن حسبنا كتاب الله. ثم اختلف من كان حول الرسول عليه الصلاة والسلام حول الأمر حتى قال لهم عليه الصلاة والسلام قوموا. ثم قال ابن عباس راوي الحديث إن الرزية كل الرزية ما حال بين الرسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب من اختلافهم ولغطهم. بسبب وجود حالة استحضار دائم لتلك الأيام الأخيرة في حياته عليه الصلاة والسلام، فأن ما رواه ابن عباس سيفهم هكذا بالترتيب. أولا، الرسول عليه الصلاة والسلام يريد أن يوصي قبل وفاته. ثانيا، عمر بن الخطاب يحول بينه وبين ذلك. ثالثا، لابد أن الرسول كان يريد أن يوصي باسم خليفة. هذه تفهم بسبب تشبعنا بفكرة الخلاف حول ذلك، الحديث لا يقول ذلك. رابعا، عمر منع ذلك. لدينا إذن هنا قصة خطيرة جدا، إن قبلتها
كما هي فأنت عمليا تضحي بعمر الفاروق، وإن رفضتها فأنت ترفض البخاري. كل الأسماء في هذه القصة خطيرة، عمر بن عباس رضي الله عنهم والبخاري. الأمر يبدو كأنه خاسر بكل الأحوال، لكن محاولة البحث أكثر قد تأتي بنتائج مختلفة. كانت بضعة سنوات فقط تفصلنا عن انتشار أقراص الحديث الشريف التي سهلت عملية البحث والوصول إلى مصادر المعلومات، وكان علي أن أبحث قدر الإمكان عن كل ألفاظ الحديث التي تساعدني بكلمة هنا أو هناك في فهم ما جرى حقا. ووجدت ذلك فعلا بصعوبة في طبقات ابن سعد، حيث يقول عمر في هذا اللفظ: من لفلانة وفلانة مدائن الروم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بميت حتى نفتتحها، ولو مات لانتظرناه كما انتظرت بنو إسرائيل موسى. عمر تصرف هنا كأي شخص طبيعي يرى شخصا يحبه على فراش المرض، ويقول شيئا يفهم منه أنه يشعر بقرب منيته. أبدا بعد الشر حسك بالدنيا إلى آخره. كل من رأى شخصا كبيرا في السن مر بموقف مماثل وقال شيئا مماثلا. هنا عمر ينتفض عندما يشعر أن الرسول عليه الصلاة والسلام يتحدث شيئا يفهم منه أن منيته تقترب. أبدا، أين تذهب؟ من يذهب معنا لفتح مدائن الروم وحددها بالاسم؟ موقف عمر طبيعي جدا، وأكده لاحقا عندما رفض تصديق خبر وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام، بل وسحب السيف في وجه من يقول ذلك. ما المشكلة إذن؟ لماذا لم يفهم ابن عباس طبيعية موقف عمر؟ لماذا نقل الأمر وهو يقول الرزية، كل رزية ما حال بين الرسول عليه الصلاة والسلام وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب؟ لأنه كان صغيرا، ببساطة كان صغيرا ولم يدرك تمام الموقف، خاصة مع كثرة عدد الناس حول الرسول كما يقول النص بنفسه. في هذا المثال تحول ابن عباس ليكون عبر فهمه للواقعة ونقله لها كما فهمها جزءا مهما من الحدث. لقد نقل المشهد كما رآه وكما فهمه، وبذلك تحول فهم الصحابي من مجرد ناقل الحديث إلى جزء من الحديث نفسه، بل ربما أهم من كل ما في الحديث. أسئلة من نوع: هل فهم الراوي؟ ما موقعه من الحدث؟ متى جاء لمكان الحدث أو الحديث؟ وهل كان هناك شيء قيل قبل وصوله؟ كلها أمور صار يجب أن نفكر بها عندما نتفحص أي حديث. من الناحية النظرية يمكن استخدام مقدمتين للوصول إلى نتيجة بديهية، لكننا نحتاج إلى التفكير بها. المقدمة الأولى: كل البشر يخطئون. المقدمة الثانية: البخاري بشر. النتيجة: البخاري يمكن أن يخطأ. نظريا هذه بديهة، لكننا لا نعرف الأمر إلا بواحد من تطرفين: إما التنزيه الكامل عن بشريته بأخطائها، أو هجوم شديد ينسفه نسفا. لماذا لا تستطيع أن ترفض تصديق واحد من أحاديث الصدمات السابقة التي لم تقتنع بها شخصيا دون أن ترفض البخاري كله بالمعية؟ لماذا مقولة البخاري يمكن أن يخطئ أيضا تستفز البعض؟ ألا يرون أن هذا الموقف عبد الطريق لأولئك الذين يلحدون بسبب صحيح البخاري؟ جزء من الهجوم الدرامي على البخاري هو عدم فهم وظيفته حقا. لا يعجبنا أو لا نقتنع بحديث ما، لكن البخاري مجرد ناقل له. هل حدث أن استلمت رسالة أو طرد بريدي ولم يعجبك محتواها فذهبت لشركة البريد لكي تعاتبها على ذلك؟ لا قطعا، مشكلتك مع المرسل. ما دام الطرد قد وصل سالما فلا حديث لديك مع شركة البريد. البخاري هو صاحب شركة بريد بمعايير عالية جدا، لنقل أنه الأعلى بين كل المتوفر، لكنه ليس مسؤولا عن محتوى البريد. أهل الفقه وأهل الحديث كانوا يعرفون تماما توزيع الأدوار. تنقسم الأحاديث التي يرفضها البعض إلى الأنواع التالية: أولا، أحاديث عن الحياة الزوجية للرسول عليه الصلاة والسلام، والكثيرون يرفضونها بتكلف، مثل حديث أنه كان عليه الصلاة والسلام يطوف على زوجاته في نفس الليلة. على فرض أن معنى ذلك هو الذي في أذهانكم، ولا أحد يمكنه أن يؤكد ذلك، لأن اللفظ طاف قد يعني ذلك وقد لا يعني، لكن على فرض ذلك، ما المشكلة وما هو ضررك من هذا وما الذي يستفزك في الأمر؟
رفضنا للصورة الإنسانية للرسول عليه الصلاة والسلام وإصرارنا أن نضعه في إطار غير واقعي يجعلنا معرضين لرفض بعض الأحاديث التي تؤكد بشريته وإنسانيته. ثانيا، أحاديث تنقل بعض ما كان مقبولا ومتداولا في بيئة ومجتمع العرب في تلك الفترة، وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يمارسه بصفته الشخصية وليس بصفته النبوية، مثل التداوي بالطب المعروف في تلك الفترة والذي قد لا يستساغ اليوم مثل أبوال الإبل. المشكلة هنا بالتأكيد في الفهم السائد للسنة الذي لم يميز بين عادات العرب وتعاليم النبوة. ثالثا، أحاديث تشبه الإسرائيليات، مثل الحديث أن النبي موسى فقأ عين ملك الموت، وقد كان مقبولا عند الصحابة بشكل عام التحديث عن بني إسرائيل كما جاء في حديث حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. رابعا، أحاديث عن علامات الساعة خاصة عن المسيح الدجال يجد البعض مشاكل معها، لأنهم حين يؤمنون بها يأخذونها بشكل حرفي رغم وجود ثري للرمز والمجاز فيها. خامسا، أحاديث ستناقض العلم لو فهمت على نحو حرفي، مثل حديث سجود الشمس للعرش ونفخ الروح في الجنين وغيرها. لا مشكلة بالتأكيد في نقد البخاري أو مسلم أو غيرهما، لكن من المهم أن يكون النقد علميا، وربما من الأهم أن لا يكون بمنطق الأبيض والأسود الذي ينتقل من التقديس إلى نصف عند أول خيبة. كل أحاديث البخاري التي يتداولونها ويعترضون عليها لا تتجاوز 82 حديثا من أصل 2761 حديث غير مكرر في صحيح البخاري. لو سلمنا جدلا بأن كل هذه الأحاديث غير صحيحة لكانت نسبة الخطأ أقل من 3%، وهي نسبة خطأ مقبولة بل وممتازة، بل هي نسبة مقبولة حتى في التجارب المختبرية. لكننا نحب الدراما.